السلام عليكم يا شباب، معاكم زميلكم مصطفى كامل. النهاردة إن شاء الله هنشرح المحاضرة التالتة باصو، ودي أول محاضرة في الفيميل جينيتال سيستم، بتتكلم عن أمراض الفالفا والفاجينا والسيرفكس. إن شاء الله هنستعين بداتا الدكتور، وعايز أقول إن إحنا في المذاكرة مصدرنا إن شاء الله الداتا، ولو حد بيذاكر من الكتاب مفيش مشكلة، لأن الداتا تعتبر جزء من الكتاب. نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا أول حاجة بيبدأ بالأناتومي بتاع الفالفا، تمام؟ زي ما احنا عارفين الفالفا بتتكون من ايه؟ بتتكون من الليبيا ماجورا، ادي الليبيا ماجورا اهي، بتتكون من الليبيا ماجورا، وعندي الليبيا ماينورا، وبعد كده اليوريثرال ميتس، تمام؟ هنا عندي تحت اهوت، عندي هنا البرينيوم والإنس، ماشي؟ وفوق اهو اللي هنا الكلايتوريس، وده اهم حاجه. ليه؟ لان الكلايتوريس دوت هو اللي فيه البرسولين جلاند، هيحصل فيها ديزي هنشوفه دلوقتي. وهنا كده عندي الفيستيبيول اهو، تمام، وقدام البيوبس. طيب الرسمه دي بس عايزه تقول لنا ان الليبيسيليوم اللي بيغطي الفالفا بيكون نوع ستراتيفايد سكوماس سيبيسيليوم، والطبقه اللي فوق دي طبقه الكراتين، تمام كده. طيب اول مرض عندنا اسمه الفالفيولايتس، ماشي. الفالفيولايتس من اسمه دوت انفلاميشن في الفالف. طيب ايه اسبابه؟ اسبابه ممكن يكون اريتيشن، اي حاجه بتعمل اريتيشن، زي مين؟ زي الصابون وزي الكحول. طيب ممكن تكون اليرجي، زي مثلا الكريمات والمستحضرات والحاجات دي. ايه الفرق بين الاريتيشن والاليرجي؟ الاريتيشن يعني بيحصل عند كل الناس. الاليرجي بيحصل عند حساسيه عند مجموعه معينه من الناس، يعني ممكن يحصل عند ناس وناس لا، تمام كده. عايز اقول بس ان احنا ان شاء الله اثناء الشرح في حاجات يعني الدكتوره كانت بتعديها ومش بتشرحها خالص، فمش هنتعب نفسنا فيها، ونحاول بس نقول الكلام اللي الدكتوره كانت مركزه عليه او الدكتوره قالته، تمام كده. ممكن بقى يكون اللي فات ده كان اليرجي، ممكن يكون انفكشن. الانفكشن زي مين؟ عندنا اول حاجه الهيومن بابلوما فيروس، بيعمل حاجتين، بيعمل حاجه اسمها كونديلوما كوميونات، دي هنتعرض لها بالتفصيل ان شاء الله، وبيعمل حاجه اسمها انترابيسيليال فالفر انترابيسيليال نيوبليزيا في اي ان، هندرسها برضه قدام. وعندنا الهيربس سيمبلكس، ده بيعمل المرض اسمه جينيتال هيربس. عندنا النيسيريا جونوريا، بتعمل حاجه اسمها سابيوراتيف فالفو فاجينايتس. عندنا التريبينوما باليديم، بتعمل حاجه اسمها برايمري كانكر. طيب الحاجات دي كلها الدكتوره عديتها بسرعه وما ركزتش عليها، تمام كده. بعد كده كومبليكيشن بقى من اول هنا الكلام المهم، بتعمل حاجه اسمها بارسولين جلاند سيست، هناخد دلوقتي بالتفصيل، وابسس فورميشن، يعني ممكن يبقى يتكون عندي خراج في قلب الفالفا بسبب الانفلاميشن اللي حصل ده. طيب عايزين نعرف الاول ان احنا عندنا في الفالفا في عندنا جزء منه اسمه الكلايتوريس، بيبقى فيه حاجه اسمها البرسولين جلاند. البرسولين جلاند ديت زي اي جلاند، بتتكون من اصنين وضغط، وظيفتها ان هي بتفرز ميوكس عشان ترطب الفالفا، تمام كده. ايه اللي بيحصل بقى نتيجه الانفلاميشن اللي حصل دوت؟ الدكتس هتتقفل، هيحصل لها ابستراكشن. فايه اللي هيحصل بعدها؟ الميوكس هيتجمع جوه الاصناي، تمام. لما يتجمع في الاصناي طبعا هيحصل سيست، الاصناي هتكبر، الجلاند هتكبر، وهيتكون عندي سيست. نتيجة الافرازات اللي هي مكتومة ومحبوسة جوه الجلاند ديت، هيحصل انفكشن، البكتيريا هتيجي عليها، ويتكون عندي ابسس. ده اللي هو البرسولين جلاند سيست، تمام كده. نقول تاني ايه اللي حصل. اول خطوة ان احنا قفلنا الضغط بتاعت البرسولين جلاند. تاني حاجة الميوكس هيتراكم جوه الجلاند ويتخزن جوه، مش هيخرج. تالت حاجة ايه اللي هيحصل؟ الجلاند هتوسع قوي، هتكبر قوي، هيحصل لها انلارجمنت. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هتيجي البكتيريا تتجمع عليها بسبب الافرازات اللي ما بتخرجش ديت. اي افرازات متراكمة بتبقى من العوامل اللي بتجمع البكتيريا. بعد كده هيتكون عندي ايه؟ ابسس، تمام كده. دي مهمة يعني.
طيب عايزين نعرف بقى بالتحديد ايه البكتيريا اللي بتعمل لي البروسولين جلاند ابسس دي. هو ايام زمان كانت اشهر بكتيريا بتعملها الجونوريه، دلوقتي الكلام ده غلط، يعني في بكتيريا كتير ممكن تعمل بروسولين جلاند ابسس زي الاستافيلوكوكاي وزي الكليميدا واي انيروبيك بكتيريا. تمام كده. طيب بتتعالج ازاي بقى؟ بتتعالج ان احنا بنيجي على البروسولين جلاند دي، بنفتحها وبنبدأ ان احنا نشيل منها البكتيريا ونشيل منها الافرازات، وبعد كده ندبسها غرزة وتتقفل. تمام. وما ينفعش تتساب مفتوحة لان هيتجمع فيها الميوكوس تاني وهتيجي على البكتيريا تاني، او ممكن نشيلها خالص. العملية دي بقى اسمها بنسميها المارسوبولايزيشن. تمام كده. يبقى انا ممكن يجي لي في الامتحان يقول لي المارسوبولايزيشن ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في التريتمنت بتاع البارسولين جلاند سيست. تمام. البارسولين جلاند الدكتور ركزت عليها. طيب بعد كده هنتكلم عن ايبيثيليال ديزوردرز في الفالفا، بس مش نيوبلاستيك، يعني مش اورام. تمام كده. عندنا حاجتين جايبينهم في صورة مقارنة، يعني اول حاجة اسمها اللايكن سكليروزس، وتاني حاجة اسمها اللايكن سيمبلكس. تمام كده. نبدأ بأول حاجة بالديفينيشن. اللايكن سكليروزس دوت من اسمه كده، قصدي اللايكن سكليروزس دوت سببه اوتو اميون ديزيز. تمام كده. زي مين؟ زي مرض اسمه الفيتليجو دوت، مرض جلد بيجي في الفالفا اسمه البهاق، وعندنا البرنيشيس انيميا. ماشي. لو احنا كنا فاكرين يعني في البرنيشيس انيميا دي كان في عشان يتم امتصاص فيتامين بي 12 بيتكون له انترنسيك فاكتور، فلو عشان يتم امتصاصه يعني، فلو في كون عندي انتي بودي ضد الانترنسيك فاكتور دوت، يبقى كده مش هقدر ان انا امتص الفيتامين بي 12 وهيكسر الانترنسيك فاكتور. هي دي البرنيشيس انيميا. وعندنا الثيرويدايتس خدناها في الاندوكراين. طب بتحصل امتى بقى السن اللي هي بتيجي فيه؟ هي بتحصل في اي وقت، بس اكتر وقت ممكن تحصل فيه البوست مينوبوزال وومن، يعني بعد ما البيريو بتقف يعني. تمام كده. بعد كده عندنا اللايكن سيمبلكس كرونيكاس، دي من اسمها كده، دي كرونيك انفلاميشن. تمام كده. طيب بالنسبه للجروسلي، الاثنين جروسلي شبه بعض، واحنا لما بنيجي نفرق ما بينهم او نشخص، يعني مش بنشخص جروسلي، بنشخص مايكروسكوبيكلي. الاثنين بيبقوا عاملين ازاي؟ بيبقوا واخدين شكل ليوكوبليكي، هما مش ليوكوبليكي بس واخدين الشكل بتاعه. طب يعني ايه ليوكوبليكي؟ كلمة ليوكو يعني أبيض، وبليكي يعني قشرة، يعني بتبقى واخدة شكل قشرة بيضة كده. تمام. طيب عايزين بقى ايه، هنتكلم عن الميكروسكوب بكتشر بتاعهم. نبدأ كده مثلا، يعني بصوا معايا كده على الصورة دي، دي اللي هي اللايكن سكليروزس. تمام. أول حاجة احنا شايفين ايه، في فوق خالص كده، في هنا كده اهو، انا مشاور عليها بالسهم اهو، في طبقة كراتين. تمام. طبقة الكيراتين ديت زادت فبنسميها هايبر كيراتوزس. تمام. تاني حاجة المفروض ان احنا عندنا الابيثيليوم بيبقى، او الابيديرمس يعني، بيبقى نازل وطالع، نازل وطالع في الديرمس. هنا الكلام دوت مش موجود. تمام. بنسمي التعرجات اللي هي بتبقى طالعة ونازلة طالعة ونازلة دي من الابيديرمس نازلة للديرمس، بنسميها الريت ريتشز. دي بتختفي فبنقول لوس اوف الريت ريتشز. تمام. يبقى انا عندي هايبر كراتوزس، عندي لوس اوف ريت ريدجز. طيب تعال نشوف الابسيليوم. الابسيليوم اللي هو اللي متلون فوق خالص ده، الابسيليوم هنا ايه اللي حصل له؟ حصل له سيننج، بقى رفيع. تمام. يبقى ده تالت حاجه، ابسيليال سيننج. ايه اللي حصل تاني؟ حصل عندي فيبروزس. وهو من اسمه اصلا، دي ان شاء الله مش هنساها، يعني هو اسمه لايكن سكليروز، سكليروز معناها فيبروز، وهنلاقي فيه فايبرز كتير اهي، فايبر بلاست وكولاجين تحت. تمام. اخر حاجه بيبقى عندي مون نيوكلير انفلاماتوري انفلتريت موجوده في الحته دي كده، بيبقى عندي معلش، بيبقى عندي مون نيوكلير هنا كده، بيبقى عندي مون نيوكلير انفلاماتوري انفلتريت. طيب تعالوا بقى نشوف شكل اللايكن، اللايكن سيمبلكس. تمام. عندنا اول حاجه هنلاقي برضو هايبر كراتوز. هايبر كراتوز اللي هي طبقه الكراتين اللي موجوده فوق دي، اللي متلونه دي، في هايبر كراتوز. طيب بالنسبة للإبسيليم، الإبسيليم اللي متلون كله هنا رفيع ولا تخين؟ لا تخين، يبقى حصل إبسيليا سيكنج عكس اللي حصل في اللايكن سيمبلكس. تمام. بلاحظ حاجة كمان، إن انقسامات الخلايا بتبدأ تزيد، وده سبب ممكن يخليها تقلب بسرطان.
يعني في بيحصل عندي زيادة في الميتوتيك اكتيفيتي، وبيحصل كمان بقى بما انه كرونيك انفلاميشن فهلاقي فيه كرونيك انفلاماتوري سيل زي مين، زي البلازما سيل وزي الليمفوسايت، وطبعا مش بلاقي فيه فايبروز. تمام كده، نقرا بقى الكلام اللي موجود عندنا. بالنسبه للميكروسكوب بتاع اللايكن سكليروز بلاقي هايبر كراتوزس، الكرياتين بيزيد، دي مهمه والدكتور اكدت عليه. ممكن مثلا يجيب لي سؤال في الامتحان يقول لي ايه كل ده من خصائص ايه، من خصائص لايكن سيمبلكس ما عدا، ويجيب لي مثلا هايبر كراتوزس، لوس اوف ريت ريدجز، ويجيب لي مثلا ايبيثيليال سيكننج وديرمال فايبروز، فانا اختار ايبيثيليال سيكننج لان هو بيحصل له سيننج، فدي مهمه ولازم يعني ايه نعرف نفرق ما بينهم كويس. اول حاجه هايبر كراتوزس، الكرياتين بيزيد، التعرجات بتختفي، لوس اوف ريت ريدجز، الابيسيليان بيرفع، ابيسيليال سيننج، وبيحصل عندي هيدروبيك ديجنتريشن كمان، يعني ان الخلايا بتبدا بيحصل فيها تغيرات، ممكن مثلا يتجمع فيها ميه، يتجمع فيها فات كده يعني. وبيحصل كمان عندي فايبروزس، وبلاقي خلايا التهاب موجوده في الديرمس، مون نيوكلير انفلاماتوري انفلتريت، بينما اللايكن سيمبلكس بلاقي هايبر كراتوزس، الكرياتين بيزيد، الابيسيليان بيتخن، ابيسيليال سيكننج، الخلايا الانقسام بتاعتها بتزيد، increased الميتوتيك اكتيفيتي، بيحصل عندي كمان انفلتريشن بكرونيك انفلاماتوري سيل زي الليمفوسايت ولا زي البلازما سيل. تمام كده، تعالوا بقى نخش في البروجنوزس. اللايكن سيمبلكس هو مش مالجنانت، هو بناين. تمام كده، وبعد كده بيقول ان هو بيبقى من 1 لـ5% من الستات اللي بيتصابوا باللايكن سيمبلكس بيحصل لهم سكوما سيل كارسينوم، وهم ما عندهمش هيومن بابلوما فيروس. ليه؟ اصل الهيومن بابلوما فيروس بيعمل سكوما سيل كارسينوم، فهم كان عندهم لايكن سيمبلكس، قصدي لايكن سكليروزس، وحصل لهم سكوما سيل كارسينوم، يبقى الهيومن وما عندهمش هيومن بابلوما فيروس، يبقى الهيومن بابلوما فيروس مش هو السبب، يبقى هو بيقلب بس بنسبه قليله. تمام، بالنسبه بقى لللايكن سيمبلكس، هو احنا لحد دلوقتي مش عارفين هل هو يعني بري كانسيريوس بيقلب بكانسر ولا لا، بس اللي احنا بنلاقيه دايما ان في الفالفر كانسر اللي هو سرطان الفالفا، يعني بلاقي دايما حواليه لايكن سيمبلكس. هل اللايكن سيمبلكس دوت هو اللي عمل السرطان ولا لا، ولا السرطان مثلا هو ما بيجي مع لايكن سيمبلكس، احنا لحد دلوقتي ما نعرفش، بس لما بيكون في سرطان في الفالفا غالبا بيبقى حواليه لايكن سيمبلكس. تمام كده، نعيد كده تاني بقى بسرعة، نعيدهم كده مع بعض. اول حاجه عن اللايكن سكليروزس، ده بيحصل نتيجه اوتو اميون ديزيز زي الفيتليجو، الاوتو اميون سيروليتس، زي البرنشس انيميا. تمام، ولكن بيحصل في اي ايدج، خصوصا البوست منيبوزال وومن اللي هي الست الكبيره اللي عندها البيريود وقفت. ولكن اللايكن سيمبلكس دوت كرونيك انفلاميشن. تمام كده، شكلهم الاثنين تحت، شكلهم الاثنين بالعين، ما اقدرش افرق ما بينهم بالعين، بياخدوا شكل يوكوبليكيا، يعني قشره بيضاء. تمام، مايكروسكوب بكتشر قلناها عدناها مره. بالنسبه للبروجنوزس، اللايكن سيمبلكس بنسبه من 1 ل 5% ممكن يقلب مالجننت، بيتحول لسكوما سيل كارسينوم، ولكن اللايكن سيمبلكس احنا مش عارفين لحد دلوقتي هل هو بري كانسيريوس ولا لا، بس اللي احنا عارفينه ان في حالات سرطان الفالفا بلاقي دايما يعني جنبه كده لايكن سيمبلكس. تمام، طيب بالنسبه بقى للتقسيمه بتاعت النيوبلازم اللي بتبقى موجوده في الفالفا، دي مهمه الدكتوره اكدت عليها، وممكن يعني ممكن الدكتوره تجيب كلاسيفيكيشن في الريتن، ممكن تيجي سؤال الريتن ونكتب احنا الكلام ده. تمام، الاول اي نيوبلازم يا اما يكون ايبيثيليال يا اما يكون ميزينكايمال. عشان نعرف الابيسيليال لازم نعرف نوع الابيسيليال، احنا عندنا ستراتيفايد سكوما ابيسيليا، فاللي ممكن يتكون فيه يا اما سكوما سيل بابلوما ده لو بناين، يا اما سكوما سيل كارسينوما ده لو مالجنت. تمام، طيب يبقى احنا اول حاجه عرفنا ان البناين ممكن يحصل عندي سكوما سيل بابلوما اللي هي تالت واحده، ماشي. ممكن يحصل كمان لو سكوما سيل بابلوما زيها بالظبط بس سببها هيومن بابلوما فيروس، وبتبقى كومبلكس اكتر وكده هنشرحها يعني قدام، دي اسمها كوندوروم اكومينيت. طيب، طب ممكن تكون برضو بابيلاري بروجيكشن نفس الكلام بالظبط، يعني سكوما سيل بابلوما بس سببها سيفلس، بنسميها كوندوروما ليتو. تمام، يعني السكوما سيل بابلوما
والكونديلوما وكومينيتا، والكونديلوما ليتم بيبقوا الى حد ما كلهم بابيلاري بروجكشن صوابع. في فات برضو موجود في الفالفا ممكن يحصل ليبوم. في بقى بري مالجنانت. يعني ايه بري مالجنانت؟ ديت اللي هي الكارسينوما ان سايتو، دوت عباره عن سرطان موجود جوه الابيسيليوم بس ما اخترقش البيزمنت امبرين، ما راحش البلود فيزلز، ما راحش الليمف نودز، ما عملش ميتاستيز كده يعني. كنا واخدينه في اول اسمه ايه بقى؟ زي ما كنا واخدين مثلا في التيستس كان اسمه الانترا تيوبلر جيرمسيل نيوبليزي، هو هنا زيه بالظبط اسمه الفي اي ان فالفر انترا ابيسيليال نيوبليزي. وعندنا واحد كمان اسمه البونز ديسيز زيه برضو. بعد كده المالجنت مهم قوي ان احنا نعرف ان اشهر سرطان بيجي في الفالفا اسمه السكوماس سيل كارسينوما. في كمان جلاندات فممكن يتكون بيزل سيل كارسينوما او ادينو كارسينوما. وعندي كمان الميلانوما. الميلانوما دي بتطلع من اي تيشو، اي تيشو ممكن تطلع منه. وفي الباجيت ديسيز. تمام، التقسيمه دي مهمه ولازم نذاكرها. طيب عندنا كوندايلوما. اول حاجه الكوندايلوما لاتا ديت بتحصل في السكندري سيفلس، سببها السيفلس يعني، ودي مش مهمه. اللي مهم بقى عندنا قوي اللي هو كوندايلوما كومينيتا. دي بتبقى اشهر. سببها الهيومن بابلوما فيروس. مهم قوي نعرف ان سبب الهيومن بابلوما فيروس اللوست رينز اللي هي بتبقى 6 و11، نحفظ الارقام. تمام. بيبقى على شكل ايه؟ هو بيبقى على شكل بابيلي. طب ايه الفرق بينه وبين الاسكوما سيل بابلوما؟ الاسكوما سيل بابلوما يعني ايه؟ زي مثلا شجره صغيره ما عندهاش فروع كتير. تمام، بتبقى سيمبل شويه. انما الكونديلوما بتبقى ايه؟ لا ده بتبقى كومبلكس، يعني بتبقى زي شجره كبيره الفرع يطلع مثلا 5 فروع، وكل فرع من 5 فروع ده يطلع 7 فروع وهكذا. فبتبقى كبيره وبتبقى واخده، بتبقى لارج واخده مساحه كبيره قوي من الفالف. وطبعا ممكن تكون سنجل او مالتيبل. ده شكلها معفن اهو زي ما احنا شايفين. طيب عايزين بقى نعرف تحت الميكروسكوب هنشوف ايه. الحته دي مهمه برضو، الدكتور ركزت عليها. ممكن يحصل عندي اكانسوزس. الابسيليم بتاعي بيبقى فيه طبقه كده، طبقه من الابسيليم اسمها البريكل سيل لير، دي بيحصل فيها هايبر بليزيا. وبيحصل بابيلوماتوزس. يعني ايه بابيلوماتوز؟ يعني بيبقى عندي بابيلين بروجكشن كتير زي ما بنشوفها جروسلي وبرده بنشوفها مايكروسكوبيكلي. تمام، بابيل كتير وهنشوفها دلوقتي. وعندي هايبر كراتوزس، طبقه الكراتين بتزيد. واهم حاجه برضو الدكتور ركزت عليها قوي قوي يعني، اللي هي الكوليوسيتوتيك تشينجز. تمام، هو الفيروس اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس ده لما بيخش جوه الخليه بيبقى موجود الاول في السيتوبلازم. تمام كده، في السيتوبلازم حوالين النواه بيعمل مساحه بيضاء كده حوالين النواه، دي بنسميها بيري نيوكلير هالو. دي اول حاجه. تاني حاجه، هو ممكن النواه بتاعتي الاقيها يحصل فيها انقسامات بقى، تبقى نواتين او 3 او 4 او 5 او كده. لو نواتين بنسميها باي نيوكليشن، لو انواع كتير بقى بنسميها مالتي نيوكليشن. تمام، التالت حاجة بقى النواة بتبقى واخدة شكل الزبيبة كده بنسميها ريزونويد نيوكلس. يبقى كل سيتوتيك تشينجز مهمة نعرف ان كل سيتوتيك تشينجز اللي بيسببها الهيومن بابيلوما فيروس، نعرف ايه اللي بيحصل، ونعرف كمان ان هي بتحصل في الكونديلوما او كومينيتا. طبعا مهم برضو نعرف ان الكونديلوما عمرها ما بتقلب بمالجننت، هي على طول بناين. ماشي، تعالوا بقى هنبدأ كده نشوف الرسومات اللي عندنا. الرسمة دي مايكروسكوب البوكيتشر بتاعة الكونديلوما، شايفين هنا البابيلري بروجكشن. تمام، زي الصوابع او زي الشجر كده، فرع يديني فرع وفرع يديني فرع وهكذا. دي بقى عندي اهوت، شايفين هنا ايه؟ شايفين هنا فوق الاول، فوق عندي هايبر كراتوزس، في كراتين كتير. وعندي كمان الابيسيليوم تخن شويه لان حصل عندي اكانسوزس، يعني هايبر بليزيا. تمام، والخليه هي تحت برضو فيها ايه؟ فيها بروليفريشن وفيها ميتوتيك اكتيفيتي. دي برضو اللي هي الكوليوسيتوتيك تشينجز. الواضح قوي هنا ان هتلاقي النواه حواليها، النواه فعلا شبه الزبيبه، وهتلاقي النواة حواليها برضو فراغ ابيض اللي احنا يعني الجزء من السيتوبلازم اللي حوالين النواة على طول ده بيبقى لونه ابيض مش احمر، ده بنسميه البيري نيوكلير هالو. ودي زيها برضو. تمام، بعد كده هناخد ال بعد كده هنبدأ ان احنا ناخد اللي هو ايه، اللي هو البري مالجنانت ليجنز. تمام،
البريمالينا انتليجنس ديت عباره عن كارسينوم ان سايتو. اول حاجه عندنا اللي هي الفالفر انتروبيسيليا نيوبليزيا، دوت عباره عن سرطان موجود جوه الابيسيليوم، تمام، ما اخترقش البيزمنت ممبرين، لسه ما تحولش لسرطان صريح، لسه ما فيش هيموريدج ونيكروزس، لسه ما راحش للبلاد فيزلز، لسه ما انتشرش، ما راحش الاماكن المجاوره، ما راحش مثلا للفاجينا ولا للسيرفوس ولا كده، تمام. بس هو بيقلب، سببه مين بقى؟ لا، هنا هيبقى سببه الهيومن بابلوما فيروس، ولكن الهاي ريسك، ودي مهمه قوي قوي يعني، اللي بيعمله اللي هو رقم 16 و18. طيب، مهم برضو ان احنا نعرف شكله تحت الميكروسكوب. شكله تحت الميكروسكوب هلاقي عندي ابيسيليال سيكننج، هلاقي الابيسيليم عندي تقيل، هلاقي نيوكلر اتيبي، هلاقي خصائص بقى خصائص المالجنسي كلها، ميتوزيس، بوليمورفيزم، اتيبيا، وبعد كده نقص السيل ماتوريشن وكده، وبلاقي نفس الكلام، بلاقي برضو كله سيتوتيك تشينجز. اي حاجه هيعملها الهيومن بابلوما فيروس هو بيعمل كل سيتوتيك تشينجز دي، وقلناها مره. طيب، عندنا بقى متقسم لثلاث حاجات. متقسم، اول حاجه في اي ان واحد. يعني ايه في اي ان واحد؟ بصوا يا جماعه، احنا الاول هنقسم الابسيليم بتاعنا، هو التيومر بتاعنا موجود في الابسيليم، مش موجود في اي حته غير الابسيليم. هنقسم الابسيليم بتاعنا لثلاث اجزاء، تمام كده. لو الـ لو لو الـ لو الـ لو الفي اي ان دوت حصل في الـ في في التولت الاخير من الابسيليم، دوت هنسميه في اي ان 1، ودوت بيبقى له جريد، تمام. طب لو هو حصل في التولتين الاخرانيين، من الابسيليم، دوت بنسميه في اي ان 2، دوت بيبقى هاي جريد. طب لو هو حصل في الابسيليم كله، خد السيكنس بتاع الابسيليم كله بس لسه ما اخترقش البيزمنت ممبرين، دوت هنسميه في اي ان 3، ودوت بيبقى هاي جريد، تمام. الحته دي مهمه برضو والدكتور اكد عليها. ده بيوريني الفرق بين الكوندايلوما والفي اي ان. الفي اي ان بيبقى يعني ايه، اهم حاجه ان هو بيبقى سمول، بيبقى السايز بتاعه صغير، بينما الكوندايلوما بيبقى كبير كده وكومبلكس. طيب، اللي احنا خدناه دوت كان الايه، الكلاسيك فالفر انتروبيسيلي نيوبليزيا، يعني كارسينوما ان سايتو في الفالفا سببها الهيومن بابلوما فيروس. طب ايه الديفرنشيتد ده؟ هو برضو كارسينوما ان سايتو بس مش سببه الهيومن بابلوما فيروس، تمام كده. بيبقى فيه ايه بقى؟ الاتيبيا هنا هتبقى اعلى شويه برضو، كونفايند البيزال لاير، يعني ايه، ما اخترقش البيزمنت ممبرين، وبالي عندي ابنورمال كيراتينيزيشن، في كيراتين بس الكيراتين طريقه توزيعه مش طبيعيه يعني. يبقى الفرق بين الديفرنشيتد والكلاسيك، الكلاسيك سببه الهيومن بابلوما فيروس، الديفرنشيتد دوت ملوش علاقه بالهيومن بابلوما فيروس خالص. عندنا بقى البونز ديسيز دوت، الدكتور قالت ان مش هتجيب فيه اسئله يعني. هو برضو كارسيوم ان سايتو، بياخد السيكنس بتاع الابيثيليوم كله، ما بيخترقش البيزمنت ممبرين ولا بيوصل للستروم. عندنا بعد كده بقى هنتكلم عن المالجننت بقى، او الاورام المالجننت اللي ممكن تحصل في الفالف. اول ورم اسمه السكوما سيل كارسينوما، ده قلنا ده اشهر ورم ممكن يحصل، اشهر سرطان ممكن يحصل في الفالفا، بتبقى نسبته حوالي 85%. اسبابه بقى، اسبابه اول حاجه اللي هي العلاقات الغير شرعيه، اللي هي المالتيبل بارتنرز، لان هي ديت اللي بتنقل لي الفيروس اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس. 16 و18، يبقى احنا دلوقتي لو بناين هيبقى كام؟ هيبقى 6 و11. لو فالفر انترابيسيريال نيوبليزيا بري ماليجنانت يبقى 16 و18، لو ماليجنانت صريح 16 و18. وايه كمان؟ الاميونو ديفيشنسي، ضعف المناعه عموما، يعني ايه، بتزود فرصه حدوث اي سرطان. والسيجارت سموكينج، لان يعني السجاير بتعمل كورنيك اريتيشن في الابسيليا، فممكن يقلب برضه ايه، بسرطان. طيب، احنا دلوقتي عندنا يعني اللي انا قلته، يعتبر ان السرطان اللي ممكن يحصل في الفالفا يكاد يكون له سببين، يا اما الست ديت مش محترمه وعلاقتها مش كويسه، دي اول حاجه، يا اما تكون هي، لا هي كويسه بس مثلا ايه، من السجاير، من الاريتيشن، من ضعف المناعه، اي حاجه من الكلام ده. فيكاد يكون حاجتين، يا اما يكون اللي هي الست اللي مش محترمه دي اللي سبب لها الفيروس الهيومن بابلوما فيروس، او ممكن يكون الست التانيه اللي هي كويسه ديت ما سببوش الهيومن بابلوما فيروس، ملوش علاقه بالهيومن بابلوما فيروس، عشان انا بسمجها على طول يعني. هو الجزاء من جنس العمل، الست اللي مش محترمه دي هلاقي عندي
كل حاجه عندها وحش، تمام. يعني ايه اول حاجه ان بتحصل في سن ايه اللي هو الهيومن بابلوما فيروس ريليتد دي، بتحصل في سن صغير في الميدل ايج. طيب بالنسبه للديفرنشيتد بتبقى بورلي ديفرنشيتد، يعني الخلايا مش شبه الخلايا الاصليه خالص، خلايا شكلها وحش، ودي بتبقى البروجنوز بتاعها وحش. احنا قلنا الجزء من جنس العمل. طب بيبقى واخد حته واحده يعني، ولا واخد اجزاء كتير من الفالف، حته اجزاء يعني بقع كتير في الفالف؟ لا، بيبقى واخد اجزاء كتير مالتي فوكال، تمام. طب بما ان الهيومن بابلوما فيروس سببه، يبقى هو دوت كلاسيك كلاسيك ولا ديفرنشيتد؟ لا، كلاسيك كلاسيك في اي ان، تمام. وطبعا دوت ايه بيبقى برضو سببه السيجرت سموك. طيب بينما عندك بقى اللي هو الفالفر الفالفر سكوما السيلكوسونوما اللي مش سببه الهيومن بابلوما فيروس، ده بيحصل فين؟ ده بيحصل في الاولد وومن، بيحصل في الستات الكبيره. ده بيبقى ويل ديفرنشيتد، تمام. بيبقى يونيفوكال حته واحده، البروجنوز بتاعه بيبقى احسن. ودوت بما انه مش سببه الهيومن بابلوما فيروس فدوت يبقى ديفرنشيتد، تمام. طب بيبقى سببه ايه؟ دوت بيبقى سببه اللايكين سكاليروزس. لو احنا رجعنا كده ورا، احنا قلنا ان اللايكين سكاليروزس الستات اللي بتصابوا بيه بنسبه من 1 ل 5% بيقلب بسكوما السيل كارسينوم، بالرغم ان هم ما عندهمش هيومن بابلوما فيروس، تمام كده. طيب عندنا باجيت ديسيز، هنقول الكلام المهم فيه. يعني هو باجيت ديسيز دوت مهم ان احنا نعرف فيه ان هو برضو دوت انتر ابيسيليال كارسينوما، يعني كانسر جوه الابيسيليا، تمام. بيحصل فين؟ بيحصل في 3 اماكن في الجسم، ممكن يحصل في الفالفا، ممكن يحصل في النبل بتاعه البريست، ممكن يحصل في البون. طيب عايزين نعرف برضو حاجه مهمه قوي الدكتوره ركزت عليها، ان احنا عندنا الباجيت ديسيز اللي بيجي في البريست بلاقي على طول تحته كارسينوما صريح، ولكن الباجيت ديسيز اللي بيحصل في الفالفا مش بلاقي تحته كارسينوما، تمام. بالنسبه بقى لشكله تحت الميكروسكوب، الخلايا بتبقى عندي خلايا كبيره، الخلايا دي بلاقي السيتوبلازم بتاعها فاضي، وبتبقى موجوده في الابيديرمس بس. طيب بشخصه ازاي؟ في صبغه عندي اسمها البص، تمام. بصبغه بيها، لو طلع بوزيتيف تمام، يبقى هو كده ايه، يبقى هو كده باجيت ديسيز. طب لو هو طلع نيجاتيف يبقى كده ميلانوم، لان احنا دايما بنبقى ايه، بنبقى صعب ان احنا نفرق بين الباجيت ديسيز وبين الميلانوم، باعتبار الميلانوم بتطلع في اي حته يعني. بالنسبه للبروجنوزس، الميتاستيز بتاعه بيبقى رير، وبعد كده علاجه ان احنا نشيل الفالفا كلها، بنسميها الفالفوكتومي. طيب بالنسبه بقى بالنسبه للفاجينايتس، دوت عباره عن انفلاميشن في الفاجينا، تمام. دايما دايما اللي بيعمله نوعين بس من البكتيريا، دول اكتر حاجتين بيعملوا يعني. اول حاجه اسمها الكانديدا البيكانس، والتانية اسمها الترايكومونس فاجينالس. طيب عايزين برضو نقول حاجه، ان احنا عندنا غالبا بنلاقي ممكن يحصل انفلاميشن في الفالفا، ولاقي انفلاميشن في السيرفكس، وما لاقيش انفلاميشن في الفاجينا. طب ازاي ده؟ عشان الانفلاميشن يوصل للسيرفكس اكيد، عشان لازم يعدي على الفاجينا يعني. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان انا عندي الفاجينا طبيعته مختلفه شويه، في عندي بكتيريا طبيعيه موجوده عادي، زي البكتيريا مثلا الموجوده في الانتستين، دي بتحول لي الجلوكوز، بتحوله لاكتيك اسيد. فالاسيديتي ديت ونقص البي اتش دوت بيقاوم لي الانفكشن، بيخلي اي بكتيريا تيجي يموتها. الكلام دوت مش موجود ولا في الفالفا ولا موجود في السيرفكس، تمام كده. يعني ممكن الاقي الانفلاميشن موجود في الفالفا، نط راح لفين؟ راح للسيرفكس، وما مش موجود في الفاجينا. عايزين برضو التقسيمه ديت بتاعه الفاجينا مش مهمه قوي الدكتوره يعني مركزتش عليها. البناين اللي هو الرابدو مايوما والسكوما السيلبا بلوما والله مايوما، المالجنانت اللي هو الفاجينال انتر ابيسيليال نيوبليزيا، السكوما السيل كارسينوما، الادينو كارسينوما، والامبريونال رابدو ماي ساركوما. اللي علينا بس اللي هو الامبريونال رابدو ماي ساركوما. بالنسبه للامبريونال رابدو ماي ساركوما ده بنسميه له اسم تاني اسمه ساركوما بترويدس، بما انه امبريونال يبقى بيحصل في سن صغير، بيحصل عند الاطفال اللي هم عندهم اقل من 5 سنين. جروس بكتشر يعني شكله جروس يعني،
بيبقى شبه عنقود العنب، شبه البانش اوف جريبس يعني، تمام. وده الشكل ده مميز يعني له. بالنسبة بقى للميكروسكوبك، انا بلاقي اللي عندي الخلايا بتاعتي بتبقى صغيرة، النيوكلاي بتاعتها بتبقى اوفال، وكمان بلاقي الخلية بتاعتنا بتبقى لها تو اند بتبقى اوفال، واند بتبقى سبندل يعني انها، فبتشبه مضرب التنس، بنسميها الخلايا دي بتبقى لها تنس راكت ابيرنس، تمام. طيب، هل السيتوبلازم بتاعي برضو ممكن الاقي في استرايشن؟ هو الرابدوميال ساركوما دوت عبارة عن ايه؟ دوت عبارة عن مالينجنت تيومر في السكليتال مصل. السكليتال مصل اصلا المفروض كان فيها استرايشن، تمام. ماشي. عندنا بقى تحت الابيسيليم بتاع الفاجينا، تحت الابيسيليم بتاع الفاجينا بلاقي طبقة من المالينجنت سيلز، الطبقة دي لها اسم بنسميها الكامبيوم لاير، تمام كده. ممكن بقى السرطان ينزل تحت خالص ويوصل للاستروما، والاستروما ساعتها بيكون فيها انفلاماتوري سيل. طيب، بالنسبة بقى لل بالنسبة للبروجنوزس، الساركوما بترويدس ده مالجنانت، فهو بيحصل له سبريد لوكال يعني الأماكن المجاورة، تمام. ممكن يروح للبروتونيوم، ممكن يروح اليوريني تراكت. طيب، بيتعالج ازاي؟ بيتعالج ممكن انا اشيل التيومر دوت بالجراحة، ممكن اعالجه بالكيماوي.